بحسب الأخصائيين، يحتاج الإنسان يومياً لما بين 2000 و3000 من السعرات الحرارية، ولذلك يتجه أغلب البشر لتوفير حاجياتهم من الطاقة عن طريق تناول 3 وجبات يومياً، كما يتجنبون الإفراط في الأكل لمواجهة الوزن الزائد والسمنة وما يمكن أن يترتب عنها من أمراض. لكن هذه المعايير اختلفت عند رجلان، الأول يدعى تارار والثاني تشارلز دومري. إذا ما سألت أي شخص على الأرض عن أكثر شيء يحبه، فغالبا ستجده يقول الأكل. وكما نعلم بأن لكل شخص شهية مختلفة ولكل منا طعامه المفضل، ولكن لنفترض بأنك تشعر بالجوع، فهل ستختار طبقك المفضل أم ستأكل أي شيء يأتي في طريقك؟ في الحقيقة أنا أظن بأنك ستختار طبقك المفضل، ومهما كانت درجة جوعك ستأكل طبقا واحدا أو اثنين، وبعدها ستقول كفى. ولكن ماذا لو استيقظت في أحد الأيام لتجد نفسك لا تستطيع التوقف عن الأكل؟ في الحقيقة هو شيء قريب من المستحيل. ولكن ماذا لو قلت لك بأنه قد كان هناك أشخاص لم يتمكنوا بالفعل من التوقف عن الأكل؟ ولكن في قصتنا اليوم سأحدثكم عن شخصين كانا يذهلان كل من رآهما بسبب شهيتهما المفرطة. وقبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في القناة إن كنت غير مشترك، والضغط على زر اللايك والتعليق لأن هذا يساعد. هيا نبدأ. الشخص الأول يدعى تارار. تارار هذا ولد في قرية قريبة من مدينة ليون الفرنسية، وذلك في سنة 1772. تارار لم يكن مثل أمثاله من الأطفال، بل لاحظ أهله شيئا غريبا فيه، حيث لاحظوا بأنه طفل لا يشبع وأن شهيته لا تتوقف. وعندما وصل إلى سن المراهقة لم يستطع والداه إطعامه بسبب كثرة أكله، مما دفعهما لطرده من المنزل. وهنا ستبدأ معاناة تارار الحقيقية، حيث سيجد نفسه وحيدا بلا أهل ولا مأوى ولا أكل. هنا تعرف تارار على بعض الأشخاص الذي بدأ يتسول معهم، وفي بعض المرات يسرقون، وذلك من أجل شراء الطعام. بعدها انضم إلى فرقة كانوا يقدمون عروضا لألعاب الخفة، حيث بدأ يتنقل معهم في كل مقاطعات فرنسا، وهناك بالذات عرض قدرته العظيمة في الأكل، فقد كان يأكل الأحجار والحيوانات الصغيرة مثل القطط والكلاب، إضافة إلى المسامير وأشياء أخرى. فأعجب الجمهور بقدرته، فأصبح هو من يفتتح عروض الفرقة. لكن عند دخول فرنسا في الحرب سنة 1792، انضم تارار إلى صفوف الجيش، وهنا كانت صدمته، وبالتحديد عند علمه بأن الأكل الذي يقدمونه له قليل جدا، الشيء الذي أدى إلى نقله إلى المستشفى بسبب تدهور صحته، مع العلم بأن وجبته كانت كافية. تارار عانى أيضا في المستشفى من نقص الطعام، على الرغم من أنه كان يتكون من 4 وجبات في اليوم، الشيء الذي دفع تارار لكي يأكل ما يتبقى على المرضى الآخرين. إضافة إلى هذا، فقد كان يبحث في القمامة على أكل إضافي، بل زاد به الحظ لأكله للضمادات. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل في إحدى المرات تم ضبطه وهو يحاول أكل إحدى الجثث في المشفى. هذه الأفعال جعلت العاملين في المشفى يطالبون بإرسال تارار إلى مشفى للأمراض العقلية. لكن كان هناك طبيب يدعى بيرسي أراد أن يجري تجاربا على تارار لكي يعرف سبب شهيته، ولذلك بقي تارار في نفس المشفى. ولكن بعدها حدث أمر مرعب، مما دفع الطبيب بيرسي يتخلى عنه، فقد اختفى طفل عمره 14 شهرا، والمتهم الوحيد كان هو تارار الذي اتهم بأكله للطفل، لذلك تم طرده من المشفى. وعند موت تارار تم تشريحه، ليكتشف الأطباء فيما بعد بأن أعضاءه مثل الكبد والمعدة والمرء كانت ضخمة مقارنة بإنسان طبيعي. تارار لم يكن الشخص الوحيد الذي يأكل كل شيء، بل كان هناك شخص آخر يدعى تشارلز دومري. ولد دومري في سنة 1775 في بولندا، وكان واحدا من 9 إخوة، ولكن بسبب تفشي مرض الجدري مات كل إخوته، الشيء الذي دفعه لكي يلتحق بالجيش كي يسد رمقه ويعيش حياة كريمة. لكن سرعان ما انصدم
الجميع بشهية دومري التي اعتبرها البعض بالمصيبة، فمنعوه من تجاوز حصته واستخدموا راتبه لشراء طعام إضافي له، لأن الطعام الذي يوفره الجيش لم يكن يكفي دومري. ولكن رغم شراء طعام إضافي له لم يكن هذا يكفي، لدرجة أنه بدأ في مطاردة القطط لكي يأكلها. وفي الفترة التي كان فيها دومري في الجيش أكل حوالي 174 قطة في سنة واحدة، تاركا وراءه الجلد والعظام فقط. إضافة لأكله للقطط، كان لدومري وجبة مفضلة والتي لن تخطر ببال أحد، فقد كان دومري يفضل أكل الرمال، حيث كان يأكل حوالي 2 كيلو من الرمال يوميا. إضافة إلى هذا، فقد كان يفضل اللحم الني على كونه مطبوخا. في أحد المرات كان دومري يعمل على متن أحد السفن عندما ضربت كرة مدفعية ساق أحد البحارة وقطعت إحدى رجليه، فما كان من دومري هو أخذه للساق المقطوعة وبدأ يأكل منها، حتى رآه طاقم السفينة فأسرعوا إليه وأخذوا منه الرجل المقطوعة وألقوا بها في عرض البحر. في أكتوبر من سنة 1798 تمكن أسطول البحرية الإنجليزي من أسر السفينة التي كان دومري على متنها، فتم حجزهم في مخيم قريب من ليفربول، وهناك دهل الحراس البريطانيين من شهية دومري الخارقة، فما كان من الجيش الإنجليزي إلا إضافة أطباق إضافية لدومري حتى أصبحت حصته تساوي حصة 10 رجال. وقد ذكر على أنه في الفترة التي قضاها في السجن أكل قطة السجن إضافة إلى 20 جردا انتهى بهم المطاف في زنزانة دومري. في نفس الفترة لوحظ بأن عدد الشموع كان ينقص، ليكتشف فيما بعد بأن دومري هو من كان يأكلها. هنا جاءت فكرة لإقامة تجارب على دومري لاختبار قدرته على الأكل، فأيقظوا دومري على الساعة 4 صباحا وأكل على الإفطار قرابة 2 كيلو من كبد البقر الني. بعدها بخمسة ساعات أكل حوالي 2.5 كيلو من لحم البقر الني، وفي الساعة الواحدة أكل نفس المقدار من لحم البقر الميت ونصف كيلو من الشمر. خلال هذه التجربة صدم الأطباء بأنه لم يتقيأ ولم يدخل المرحاض بتاتا، بل أن حتى نبضات قلبه كانت منتظمة ولم ترتفع درجة حرارة جسمه، مما يعني أنه كان كشخص يشرب كوبا من الماء. وعندما عاد دومري إلى زنزانته أخبر أصدقائه بأنه قد أمضى أفضل أيام حياته. أما بالنسبة لسبب شهية دومري المفتوحة فلا تزال غير معروفة، لكن كل الأطباء قالوا بأن المشكلة يمكن أن يكون مرتبطا بفرط نشاط الغدة الدرقية. أما بالنسبة لدومري فقد اختفى عن الأنظار في سنة 1852. المهم، كانت هذه هي نهاية القصة، وإن أعجبتك لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والتعليق، وشكرا.